من جديد يسعد صباحكم مشاهدينا بكل خير، وصباح الخير لجميع اللي انضموا لنا. وصلنا معكم لضيفتنا الثالثه اللي دائما اليوم مبتسمه وبتضحك. البشره هي احد اسرار الجمال عند المراه والرجل. شفتي؟ مش بس المراه، كمان مش بس الرجل كمان. بس يعني دائما حطيناكم بالاول هي عشان تعرفوا دائما كيف احنا بنقدر المراه. ما شاء الله عليكم. طبعا. وكمان هي الاكثر تعرضا للعوامل اللي ممكن تفقدها نظارتها، فبتطلب منا اسلوب حياه ومجموعه من الاشياء يلي لازم نهتم فيهم ونحافظ عليهم باستمرار لنديم الشباب وايضا نظاره البشره بكافه حلتها. الحديث اكثر عن هذا الموضوع بيسعدنا تكون ضيفتنا بالاستوديو كريستينا الخطيب، دكتوره صيدلانيه واخصائيه بشره، لنتعرف كيف بامكاننا اليوم نعالج تاثير اسلوب حياتنا على صحة بشرتنا. يسعد صباحك دكتورة. مرحبا، يسعد صباحكم. يسعد صباحك كريستينا، كيفك؟ الحمد لله. كريستينا، موضوع البشرة هو موضوع جدا مهم. وأنا بعتبره إذا البشرة هي كانت صحية فهي بتعكس على الجمال. صحيح. وشو بكان الشخص ملامحه جميلة، إذا كانت بشرته سيئة وغير صحية فيعني بصير الموضوع صعب. بحس دائما كمان مشكلتنا إحنا في البداية إن إحنا نعرف نوعية بشرتنا حتى نعرف طريقة العناية فيها. بدنا تفيدينا في هذا الموضوع، كيف بقدر أنا أميز شو نوع بشرتي وكيف بقدر أنا أعتني فيها؟ أكيد. أول إشي بدي أشكركم على الاستضافة الحلوة، كتير مبسوطة إني اليوم معكم. إحنا مبسوطين فيكي. وأكيد رح أبلش أحكي على البشرة. هلأ زي ما أنتي قلتي، البشرة هي مرآتنا، إحنا نطلع كل يوم على المراي، أول إشي منشوفه هو الوجه. صح. فكتير إشي حلو نكون نهتم ببشرتنا ونعتني فيها. نعم. أو نتبع نظام روتيني يومي، وفي أنظمة أسبوعية كمان يعني بنحكي عنها إن شاء الله. جميل. هلأ بدي أحكي هيك فاكت أو إشي علمي، أكبر عضو بجسم الإنسان هو الجلد. لا. فالبشرة يعني هي من أهم الأشياء اللي بنقدر نحافظ عليها للصحة العامة. لا. فبنقدر نصنفه جنرال هيلث، إنه إحنا عم نحافظ على صحة بشرة العامة. صحيح. بالضبط. أهمية معرفة نوع البشرة، ليش إحنا لازم مهم نعرف شو أنواع البشرة من شخص لشخص؟ هلأ في علميا في 5 أنواع للبشرة. أول نوع هو البشرة الجافة، ثاني نوع البشرة الدهنية، وثالث نوع البشرة المختلطة، رابع نوع البشرة العادية، وخامس نوع البشرة الحساسة. شو أصعب نوع؟ أصعب نوع البشرة الحساسة، من البشرات الصعبة. نعم. لأنه مش كل إشي بيناسبها، بالعادي بتحسسوا من منتجات كتير وبدهم عناية خاصة. نعم. وكيف بقدر أنا أكتشف نوع بشرتي منهم؟ أوكي، هلأ نحكي هيك باختصار عن ميزات كل بشرة. أحكي لنا. أوكي، نبلش بالبشرة الجافة. هلأ بالعادة الناس اللي بشرتهم جافة بحسوا في تايتنينج أو بشرتهم مشدودة أكتر، وبحسوا فيه هيك أثار من تقشرات أو تشققات بالوجه. نعم. بحسوا إنه لازم أرطبها، بشرتي جافة يعني. هلأ البشرة الدهنية اللي بيميزها، بالعادة بيكون الأشخاص اللي بيعانوا من بشرة دهنية بشرتها ممزيتة، في زيوت على البشرة، أو كمان بيكون في مسامات واسعة وبيكون في حب شباب، في رؤوس سوداء، رؤوس بيضاء أو زوان يعني المتعارف عليه. أوكي. هلأ بالنسبة للبشرة المختلطة هي مكس، فيهم ميزات البشرة الجافة والبشرة الدهنية. هلأ في منطقة التي زون اللي هي الجبين والأنف وحوالين التم، بالعادة هاي هي المنطقة الدهنية والباقي بيكون جاف. نعم. هلأ البشرة العادية، هدول نيارهم، هاي أسهل بشرة. البشرة العادية أسهل بشرة، اللي هي النورمال سكن. النورمال سكن يعني بكل اعتناء فيها سهل. بالضبط. بس احنا دائما من هيك كلنا بنحب تكون بشرتنا حلوه، بس مشكلتنا احنا بروتين الاعتناء في البشره. صح. التعقيدي، وخصوصا مع السوشيال ميديا وعم نشوف البلوجرز والانفلونسرز كلهم بيكون في روتين صراحه جدا طويل، وخصوصا اللي بيكون يومه معبى بتكاسل فبطل يعتني ببشرته. صح. فاحكي لنا كيف ممكن نعتني ببشرتنا وتكون هيك اشياء اساسيه ومهمه. 100%. هلا صراحه الاعتناء بالبشره شيء بيقدر يكون جدا بسيط، ما يعني ما بنقدر نعقده وبنقدر نخليه بسيط. نعم. هلا ليش شكله انت بتعقديها شوي لا هو بشوفي الاعتناء بالبشره شيء بالعكس شيء لطيف، بس اوقات الواحد بيكون فعلا يومه جدا هيك فيه عجقه، فما بيكون في وقت انه الواحد يعتني بالطريقه اللي هو بتكون مناسبه. اوكي، هلا صراحه نقدر نبسطها بطريقه كثير سهله. هلا الاعتناء بالبشره هو تنظيف بالاخر، منبلش منغسل وجهنا بغسول مناسب، هاي اول خطوه، هاي يعني كثير سهله، اي حد بنجيب الغسول بنغسل وجهنا. هاي بسيطه. ثاني خطوه شيء كثير اساسي هو الترطيب، زي يعني حتى البشره الدهنيه في يعني بالعاده الناس بيفكروا اذا بشرتهم دهنيه ما في داعي نرطب، بس هو لازم نرطبها. ليش؟ هلا المرطب بنظم الافرازات الدهنيه بالوجه. نعم. فالناس اللي بشرتهم دهنيه على فكره رح يقل هذا الشيء بسبب التنظيم. حلو. نعم. هاي ثاني خطوه. ثالث خطوة أساسية وكتير مهمة، وهي منكتشف أثارها على فكرة لبعدين، اللي هي واقي الشمس، استخدام واقي الشمس. صح.
يعني الشمس أضرارها ما بتنعد ولا تحصى صراحة. يعني أولهم هي بتبين علامات تقدم العمر، التجاعيد إحدى أسبابها الشمس، ثاني إشي التصبغات، هاي نعم. مشكلة شائعة جدا نعم عند جميل. كثير ناس. طيب بالضبط. التأثير الحقيقي للبشرة ونضارتها في الثقة في النفس 100%. كيف بتشوفي؟ أوكي هلأ صراحة زي ما حكينا إنه البشرة إحنا بنطلع على المراي أول إشي بنشوفه بشرتنا. نعم. فلما يكون الأشخاص اللي بشرتهم صافية وعم بيطلعوا بالمراي بيشوفوها خالية من عيوب أو مشاكل، هلأ إحنا عم نحكي على العلاج أكتر من تجميل، يعني عالجنا مثلا مشاكل تصبغات أو حب شباب، هذا الإشي يعني فعليا وعلميا رح يزيد ثقة الشخص بنفسه صح. إنه عم بيشوف حاله أجمل أو يعني بشرته نظيفة أو صحية، رح يكون واثق بحاله أكتر صح 100%. في دراسة تفضل احكي. وصراحة في دراسة حابة احكي عنها، هي يعني انا قرأت عنها انعملت بال 2019. نعم. عملوا مقارنة بين الومن النساء، مع انه طبعا هي لا تقتصر على النساء بس الدراسة هيك، اللي بيستخدموا او اللي بيعتنوا ببشرتهم والناس اللي ما بيعت او النساء اللي ما بيعتنوا ببشرتهم وثقتهم بنفسهم، انه زي comparison between them. حلو. والنتيجة طلعت الconclusion انه النساء اللي بيعتنوا ببشرتهم ثقتهم بنفسهم كانت كتير أعلى من اللي ما بيعتنوا بالبشرة. نعم. أكيد بيأثر كتير. أكيد أكيد طبعاً بالزبط. يعني هذا الموضوع جداً بيأثر على وخصوصاً المرأة يعني والرجال صح. زي ما بدكم. والرجال. شو رأيك؟ وأكيد طبعاً بيأثر. كريستينا. شوفي أي إشي الاهتمام بالعناية الشخصية تماماً، مرات الواحد لما يحلق تتغير نفسيته. صح 100%. سواء كرجال أو نساء. فهذا أي اهتمام شخص الواحد بيعمله بيأثر على نفسيته، بيعطيه يا إيجابي يا سلبي. صحيح. كريستينا أيوة. كتير في أوقات بنسمع إنه إحنا اهتمامنا في بشرتنا بيكون هو خارجي، كتير ضروري نركز إحنا على شرب المي، نركز على تناولنا للأطعمة اللي بتساعد على يعني تصفية البشرة وتكون بشرتنا صحية. احكي لنا أكتر عن هذا الموضوع. أوكي. هلأ الدايت أو اللايف ستايل أو النظام الغذائي اللي أي شخص بتبعه صراحة بنعكس على كل الجسم، يعني مش بس جسديا ولا نفسيا، كمان البشرة لها دور كبير. لما إحنا نزود جسمنا بأكل فيه سكريات زائدة عن حاجتنا، هذا الإشي رح يبين البشرة باهتة أكتر. نعم. أو بتمين البشرة تعبانة، أو بصير كمان هلأ علمياً، إذا ندخل علمياً السكريات الزائدة بالأكل إذا جسمنا صار يعني أخذ احتياجات أكتر من اللازمة بيزيد عنا إفراز هرمون الإنسولين، أكيد كلنا بنعرف الإنسولين. أكيد. ولما يزيد هرمون الإنسولين بالجسم هذا كمان بحفز على إفراز هرمونات مسؤولة على الغدد الزيتية بالوجه. نعم. فالوجه بيصير يفرز أكتر زيوت، وهاي الزيوت هي اللي بتعملنا حب شباب، مسامات واسعة، رؤوس سوداء ورؤوس بيضاء، اللي هي المشاكل اللي بنعاني منها يعني كلنا. نعم. جميل. فهاي علميا. طيب بالضبط. التوتر والحالة النفسية قديش بتأثر على البشرة؟ كتير. يعني هو بالآخر كيف اللايف ستايل، كيف الأكل، نفس الإشي الحالة النفسية. احنا بشكل عام حالتنا النفسيه اول شيء بين عليها الوجه يعني صح. الوجه بيحكي زي ما بيحكوها صحيح. او لا كيف العيون بتحكي الوجه كمان بيحكي اكيد. فصراحه هلا علم اذا بنحكي علميا على الموضوع، لما الشخص يتوتر او حالته النفسيه تتغير الجهاز العصبي بيفرز عنا هرمون الكورتيزول اللي بنعرفه احنا الكورتيزون اللي هو الخارجي كورتيزول. نعم. جوا جسمنا الكورتيزول، من الكورتيزول كمان بحفز الغدد الدهنيه بالبشره لانتاج زيوت. نعم. وهاي الزيوت هي بالآخر المسؤولة عن الحب الشباب، عن البشرة الباهتة. فصراحة يعني كله بيبين على البشرة أول شيء. نعم. أكيد. يعني ما في شيء بيستاهل نتعب عشانه أبدا، فخليكم مبسوطين عشان البشرة تبين عليها هذا الشيء. كريستينا سؤالي الأخير لك، الرياضة هل برضو ممارسة الرياضة بتحفز على بناء بشرة صحية؟ أكيد. هلأ صراحة الرياضة يعني بعيدا عن البشرة هي إشي أساسي لصحة الجسم. نعم. نعم. اولا وثانيا النفسيه، بس دائما بننسى نربطها بالبشره او بالجلد، بس على فكره اهميتها كثير كبيره. نعم. اول شيء بالعاده اذا بتشوفوا اذا بتلعبوا رياضه او بالجيم او يعني اذا بتلعبي بعد الورك اوت بتطلعي بوجهك حتحسي فيه جلو، هاي شيء يعني مثبت علميا على فكره. نعم. فليش هاي الجلو بتصير او ليش البشره بتحسيها عم تصير صحيه اكثر من الرياضه؟ هلا الرياضه بتزيد الدوره الدمويه بالجسم، وهذا الإشي بيزيد تدفق الدم للوجه. شكلك تلعبي رياضة كتير. كتير. لأنك فاهمة علي. بالضبط. ضل أترك دورة مستقبلها. بس. كريستينا أول إشي إحنا مبسوطين إنك كنتي معنا. أنا أكثر. وشكرا على هاي المعلومات والنصائح المهمة اللي بتهم الرجال والنساء كمان. أهم إشي الرجال والنساء. أكيد طبعا.
فيش فيها. والأهم من هذا الحكي إنه فعلياً الاعتناء بالبشرة هو إشي كتير أساسي. صح. الإنسان يعني هي الواجهة تبعته خلنا نسميها 100%. هي هاي. كل الشكر إلك. شكراً إلكم وكتير انبسطت معكم. يعطيك الله. شكراً لك كريستينا. مشاهدينا خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم فقراتنا، خليكم معنا.